يقول: هل يجوز للمسلم أن يعتقد أن الساعة لن تقوم في زمن قريب أخذا من هذا الحديث؟ يقول: لأنه اليوم ما زال هناك من يقول هذه اللفظة الله. قد يتغير الناس وينسون الله عز وجل، يتغيرون في اللحظة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا يؤمن. قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تأتيكم إلا بغتة. نعم، فلا أحد يتكلم وقت قيام الساعة، ما يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل في الحديث قال لما سأل: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كلنا سوا نجهلها. نعم، سيد الملائكة وسيد بني آدم كلهم ما يعرفون قيام الساعة، متى قيام الساعة، لكن يؤمنون به، يستعدون له. نعم.